وصفتنا لليوم خبز الطفولة أو خبز أفلام كرتون هايدي، اللي من جد كنت لما أتفرجه كان مرة يعجبني وكان نفسي أجربه. حبدأ أجهز العجينة، أحتاج لحليب دافي، أضيف عليه الخميرة والسكر وأبدأ أقلبهم. بعدها نزلت الدقيق بالتدريج وقلبته وأضفت عليه رشة ملح والزبدة وبدأت بالعجن. تكون العجينة طرية وما تلصق باليد، حسيبها ترتاح لمدة 45 دقيقة ويتضاعف حجمها. وبعدها نزلت العجينة على سطح مدهون بالزيت وقسمتها لثمانية أجزاء، وكل قسم بدأت أكور بهذه الطرية. فردتها على سطح مدهون بالدقيق ولفيتها رول بهذه الطرية، وبعدها في صينية مدهونة بالزيت حنزله وأسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة وأدهنها بالحليب وبالبيض. وبعدها سويت فيها زي الشقوق وبعدها دخلتها الفرن. هذا شكلها بعد ما طلعت، من جد رجعني لذكريات الطفولة، مرة عجبني ومرة كان سهل ولذيذ. لازم تجربوها وبالعافية عليكم.